وأسكرت القلوب بكأس محبتك صلاة وسلام على سيد الخلق بكمالك. والمن منك الله ونحن عبدك وانت لم تذل ذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من ساحه مسجد رضوان المحرر اوطش السادس والعشرون من شهر شعبان في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثون من شهر سبتمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة. نعيش مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقائد على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. حضرة النبي
Thank you.
جدا من بشار اللي خلى الدين الدين اللي علم يا راس الجبل وربي يبارك فيك واولادك وبيت المشاوي كله نفس الاداء الناس كلها مبسوطه يا ابو سهديك ولله غيب السماء وإليه يرجع الأمر كله الله صل على النبي صلى على رسول الله وإليه يرجع الأمر كله وإليه ولله غيب السماوات والأرض الله 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 الله
الله. ايوه حل كلهم حبايبك يا ابو الشيخ محمود القعدي. الله يزيدك يا ولاد. وما ربك بغافل عما
الله. وما ربك بغافل عما يعملون والسماء وما أدراك ما الطارق النجم you
عليك يا الله الله الله. هي رسول الله يا شيخ محمود نسمعها بنفس الاداء. هي رسول الله. فلينظر الانسان مما خلق. سبحانك الله العظيم. فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر. الله. فلينظر الإنسان مما خلق.
محمود عليك يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. نعم. النبي يا شيخ عاوز نسمعها تاني. هات رسول الله. اسمع من الشيخ صديق يا شيخ. الله أكبر.
وسلم صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك ناصية
الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بهذه الايات البينات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق المنشاوي حفل الليل مع تحيات اولى قانون شارع العالم في سوهاج الهندسه الاذاعيه هو مؤسسه صوتيه صرادق الانار مقاطيم توليد وديزل بانوراما في الحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف اولى قانون شارع العالم في سوهاج هذه الميزه الاولاديه 22 سوهاج